السلام عليكم. السلام عليكم. كنت موجود السؤال بس كنت نسيته. تمام. تفضل. والله حبيبي والله كان يعني واحدة قريبتي ما بتصليش وكده مولانا، فهي المشكلة إن هي ما بتسمع القرآن بتتوه ويظهر من جسمها صور غريبة. تمام. التثاؤب ليس دليلا على العفريت، إنما التثاؤب من الشيطان. التثاؤب من الشيطان هذا الذي ورد على إذا ثاب أحدكم فليقظ ما استطاع، فإن الشيطان يدخل.